Hello and welcome back to Enlighten Us. You are joining us for lesson 28. Today we're looking at verb form 4, af'ala, and we're expanding on the examples that we gave in the last lessons. So let's remind ourselves of the previous example. So for af'ala, we looked at firstly, akhraja. أخرج يخرج أخرج أخرج يخرج and then the isms مخرج مخرج إخراج. But today we are only focusing on the verbs. Let's start off with the past. So looking at the past tense, we have هو أخرج, هما أخرجا, هم أخرجوا, هي أخرجت, هما أخرجتا, هن أخرجنا, أنت أخرجت, أنتما أخرجتما, أنتم أخرجتم, أنت أخرجت, أنتما أخرجتما, أنتن أخرجتن, أنا أخرجت, نحن أخرجنا, نحن أخرجنا. Let's move on. Write the present tense. الفعل المضارع. هو يخرج. هما يخرجان. هم يخرجون. هي تخرج. هما تخرجان. هن يخرجن. أنت تخرج. أنتما تخرجان. أنتم تخرجون, أنت تخرجين, أنتما تخرجان, أنتن تخرجن, أنا أخرج, نحن نخرج, نحن نخرج. Now let's move on. Let's have a look at the command, فعل الأمر. We have أنت أخرج, أنتما أخرجا, أنتم أخرجوا, أنت أخرجي, أنتما أخرجا, أنتن أخرجنا. Now let's have a look at the passives. Let's start with الماضي, الفعل المبني للمجهول. الماضي for the past tense. So we have هو أخرج, هما أخرجا, هم أخرجوا, هي أخرجت, هما أخرجتا, هن أخرجنا, أنت أخرجت, أنتما أخرجتما, أنتم أخرجتم, أنت أخرجت, أنتما أخرجتما, أنتن أخرجتن, أنا أخرجت, نحن أخرجنا, نحن أخرجنا. Now let's have a look at the present tense. So sticking with the passives, الفعل المبني للمجهول, but this time for the مضارع. هو يخرج, هما يخرجان, هم يخرجون, هي تخرج, هما تخرجان, هن يخرجن, أنت تخرج, أنتما تخرجان, أنتم تخرجون, أنت تخرجين, أنتما تخرجان, أنتن تخرجن, أنا أخرج, نحن نخرج, نحن نخرج. Now let's have a look at the second example. So if you recall, we also looked at أسلم as an example for the verb form 4, afala. So, aslama, yuslimu, aslim, uslima, yuslamu, muslimun, muslamun, islamun. And again, we are focusing on the verbs and the isms we'll look at later. Right, let's have a look. So again, let's start with the past tense, al-fi'l al-madi. So we have
هو أسلم هما أسلما هم أسلموا هي أسلمت هما أسلمتا هن أسلمنا أنت أسلمت أنتما أسلمتما أنتم أسلمتم أنت أسلمت أنتما أسلمتما أنتن أسلمتن أنا أسلمت نحن أسلمنا نحن أسلمنا. Let's move on. Let's have a look at the present tense. الفعل المضارع. هو يسلم هما يسلمان هم يسلمون هي تسلم هما تسلمان هن يسلمن أنت تسلم أنتما تسلمان أنتم تسلمون أنت تسلمين أنتما تسلمان أنتن تسلمن أنا أسلم نحن نسلم نحن نسلم And now the command فعل الأمر أنت أسلم أنتما أسلما أنتم أسلموا أنت أسلمي أنتما أسلما أنتن أسلمنا Now let's move on. So let's start off with الفعل المبني للمجهول الماضي. So the past tense. هو أسلم هما أسلما هم أسلموا هي أسلمت هما أسلمتا هن أسلمنا أنت أسلمت أنتما أسلمتما أنتم أسلمتم أنت أسلمت أنتما أسلمتما أنتن أسلمتن أنا أسلمت نحن أسلمنا نحن أسلمنا And now let's move on and look at the present tense. So sticking with the passive, sticking with الفعل المبني للمجهول, let's look at the مضارع now. هو يسلم, هما يسلمان, هم يسلمون, هي تسلم, هما تسلمان, هن يسلمن, أنت تسلم, أنتما تسلمان, أنتم تسلمون, أنت تسلمين, أنتما تسلمان, أنتن تسلمن, أنا أسلم, نحن نسلم, نحن نسلم. As always, thank you for joining us. Don't forget to like, comment, subscribe, and hit that notification bell. See you in the next one.